ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. طيب، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، زي ما احنا كده بنقول ايه، يمهل ولا يهمل. امهال الله للظلمة ليس معنى ذلك ان الله تبارك وتعالى تجاوز عنه. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، او للدقة مش امهال الله لهؤلاء الظالمين مش معناه ان الله قد غفل عنهم، حاشا لله عز وجل، وانما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. مين يقول يعني ايه تشخص؟ يعني ايه تشخص الأبصار؟ ماشي، لا، هو تشخص الأبصار يعني لا تطرف الأبصار، شيء لما بيشد بصرك جدا بيجعلك ايه، لا تطرف، تبقى مبرق كده مركز. فهذا اليوم من هوله تشخص فيه الأبصار، يعني لا تطرف الأبصار لهوله ما ترى. مهطعين، يعني مهطعين باللي يعني ما انا اصلح لك، فقول ما تخافش. ايه مساقين؟ لا، مش مستربعين، مسرعين. مسرعين، خلي بالك الناس بتخرج من القبور مسرعين. قال تعالى يوم يخرجون من الأجداث سراعا، دي من مشاهد يوم القيامة. قال تعالى مهطعين إلى الداع، يعني مسرعين. وقال تعالى يوم تشقق الأرض عنهم سراعا، يبقى مهطعين يعني مسرعين، خارجين من قبورهم لأرض المحشر في سرعة. مقنعي رؤوسهم، يعني ايه مقنعي رؤوسهم؟ لا، مش موطين رؤوسهم، العكس، رافعين رؤوسهم. يبقى مقنعي رؤوسهم ازاي ما بيتبادر لذهنك خافضين رؤوسهم؟ لا، مقنع رأسه يعني رافع لرأسه، مقنعي رؤوسهم رافعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم. برضو يعني لا يرتد إليهم طرفهم، لا يغمضون أعينهم، وقريبة من معنى تشخص الأبصار. فكل ده يؤكد على أن يوم القيامة يوم عصيب، يوم شديد. قال تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. لو الإنسان عنده يقين بلقي الله في هذا الموقف وأن الله سائله عما اكتسبه لأعد لهذا اليوم عدة. يبقى ليه بتصلي وليه بتصوم وليه بتتعب وليه بتسامح وليه بتسيب المال الحرام؟ علشان انت عارف ان في يوم تشخص فيه الأبصار، يوم شديد، وكل اللي فات يعني سبحان الله خلاص، لو كان لذة محرمة انتهت، ولو كان تعب في العبادة برضو انتهى، مش حاسس بحاجة، ويتبقى بقى ايه، اما الأجر واما الوزر. فالإنسان يعد العدة لهذا اليوم. لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. يعني هواء الصوت ده، ممكن تشيله واحتضر هواء، يعني خاوية ليس فيها شيء لكثرة الفزع والخوف. ده كله يؤكد على شدة هذا اليوم، يوم القيامة، وعلى المرء أن يستعد لهذا اليوم.